السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية بومرداس لنقف على الأشغال تاع المستشفى الجامعي لمدينة بومرداس، واللي حسب الصور اللي عندنا الأشغال راهي في تقدم مستمر، وإن شاء الله إن شاء الله هذه المستشفيات اللي الجامعية ذات 240 سرير اللي هي في الحقيقة تنتمي إلى برنامج نتاع مستشفى جامعي لكل ولاية. إذن إن شاء الله هذا البرنامج يستمر، وخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.